ما تعطي معلومات إصابة تحسين كورلوداك حتى نخلص تحقيق؟ طبعا أكيد، الأمور رح تمشي بسرية. اتفقنا. سيدي يمكن هي هي. الله يعطيكم العافية. وين كانت؟ جنوب الموقع بعد 5 كيلومتر، بمنطقة كلها شجر على طريق اسطنبول. تبعتوها على الفحص الجنائي فورا. سرعة شباب. Bana kim yardım edebilir ki? Derdimi kimler anlasın? Biri benim canımı alsın. Bu akşam geçeceğim yerlere düşeceğim. Seni gördüğüm güne lanet edeceğim. Ne olmuş hesabını ben vereceğim. Çık git hayatımdan öleceğim. Geçeceğim yerlere düşeceğim. Seni gördüğüm güne lanet edeceğim. Ne olmuş hesabını ben vereceğim. Çık git hayatımdan öleceğim. طيب ليش بدي روح معكم؟ في مجال تفهمني يا ابني؟ لأنه لقينا بارودة باسمك بالغابة يا خانم. قلت بارودة؟ ومسجلة باسمي؟ زهراء؟ شو هالحكي هاد؟ هاي الأوامر اللي اجتنا. انت عندك بارودة ما هيك؟ ايه في عندي، مسجلة باسم زوجي. هاي البارودة مقفول عليها من وقت ما هو مات. يا زهراء! والله ما نجوا. شو اللي عم تقولي زهراء؟ ممكن يكون في حدا استخدمها لحتى يورطك فيها. أنا شو بدي أعمل هلأ؟ تفضلي معنا. اهدي مهربان خان. أنت بخير؟ يا خانم ما بدك تفطري؟ كنتي رح تخلي قلبي يوقف ريحان. شكراً، فقت بكير وأكلت لحالي. يعني أنت شفتي الست عادلة؟ إيه شفتها، وكانت رايحة على المشفى. وأنا كمان بدي أمرق لهنيك، بدي شوف نتائج التحاليل، ساويتهم مشان البيبي. خير إن شاء الله، مع السلامة. تسلمي. كورهان؟ 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 هاد انت؟ شو هاد؟ كورهان؟
بنصحك تمشي بطريقك. عادي لخانم، حضرتك اللي اجيتي بطريقي مو أنا، ومنيح إنك اجيتي. أكيد كنتي شاهدة على الجريمة وبتعرفي شو صار، وحطي ببالك ما رح أتركك بحالك لتحكي. لك قليلي، أنت ماني خايفة على حياتك يعني؟ كأنك عم تهددني مو؟ شو قصدك يعني، ناوي تقتلني ولا شو؟ يلا قول. اللي بده يقتل تحسين كورلوداك بجوز هلا يكون هو نفسه عم بيلاحقك ليقتلك إليك. حاج بكفي، ما بدك تحل عنا؟ حياتنا كانت كتير حلوة وهادية قبل ما تعرف حضرتك لهون. شو عم يصير؟ سأل حضرته، هو اللي عم بيهددني. مو مزبوط. بعد لنا سيارتك. طبعا. شيرين، شو جابك لهون؟ اها، مهربان خانو؟ اي، شيل سيارتك من الطريق. الو، يلا انا جاي على الطريق، بس رح اتاخر شوي، صار شي هون ما رح طول. كيف لك؟ ليش عملتي هيك؟ انت اكيد عم تمزحي. لك هي ما تركت لي حل تاني ابدا. شو كنت بدي الا لو شافتني بوقتها؟ تعالي لهون بسرعه، عم بستناكي. يا ربي. ايه طيب طيب ماشي. اسمعي انا هلا جاي، سكري انا ما رح طول. روح انت ورجالك من هون، نقلعوا. شوفي، ليش أخدي مهربان خانم معهم؟ لقوا بارودة وطلعت لمهربان خانم، أكيد في شي حدا سارقة. شيرين، شو سوهان وينها؟ صاير معها شي؟ شو مناسبة هالسؤال؟ عم حكيها ما عم ترد على تليفونها، بلكي صاير معها شي. أكيد بالمشفى. إيه لا تكون متأكد كتير، هي مانا بالمشفى. سوهان؟ الو. اوف الحمد لله، وينك انت؟ ليش ما عم تردي؟ في حدا فات لعندي. كيف؟ شوفي، عم تقول في حدا فات لعندها ببيت اسطنبول، ممكن انه يكون حرامي. ما عم صدق والله، كان قلبي حاسسني. يا ربي دخلني معك جسور. افتحلي. لا مو معقول، عن جد هالبنت مظلومة، شو عم بيصير معها؟ يا رب تكون منيحة. روقي روقي جاهدة خانم، خلص اهدي شوي. يلا خلينا نروح لعن زوجك والخبرة. ايه صحيح، كورهان كمان لازم يصير عنده خبر. الو سوهان، انت منيحة؟ جاوبيني لو سمحتي. لا تجاوبي، خلص أنا جاي لعندك هلأ. لا تجي، أنا حكيت مع الشرطة. شو ما كان أنا لازم أجي لحتى أطمن عليك. لقيت كل شي بمكانه، على الأغلب ما في شي مسروق. إيه بيعرف كلمة سر الإنذار. إيه الجديدة؟ شكراً كتير إلك سرحان بيك، عن جد شكراً كتير. إيه طيب لنشوف. يسلم. أرجيني لشوف، أنت منيحة؟ شبكي؟
وين ضربك؟ أنا تعودت منيح على الضربات بآخر فترة. على كل هاي كانت بسيطة بالنسبة لغير ضربات. أنت أعطيتي حدا من العمال نسخة عن مفتاح البيت؟ موجود بس مع موظف واحد، هنن أخدوا إفادته للمسكين، كمان هو مزعوج. خبرتي الشرطة أنه هيك صار مع أبوكي كمان؟ أي طبعاً خبرتهم أنه هيك صار معنا، لأنه يمكن يكون هالشي مهم. في مجال تعطينا شوي من وقتك مرة تانية؟ هلأ بدنا نعيد سوا شو اللي صار، ماشي؟ من هون فات مزبوط، وانتي طلعتي هيك اجتك الضربة من وراكي. ايه بالضبط. بظن مانو شخص طويل، اذا مننتبه على الزاوية تبع الضربة لازم يكون استخدم ايديه التنتين. قلتيلي انك شميتي ريحة قوية، على الاغلب بارفان؟ يعني هيك كأنه بارفان، يمكن بعرفه، ما بعرف. والله ما بعرف شو بدي احكي معك، يعني انت مانك خرج الواحد يوكلك على شيء. لك قلنا لك كحليها رحتي عميتيها؟ بعدوا عني هيك خلص. بابا اهدى شوي. بابا بشرح لك بس شوفك. اسمعيني، اياكي خليكي بعيدة لانه مستحيل اقدر شوفك هلا. لو تركوني شوي، لو سمحت شوي. بابا اهدى بابا، اسمعني شوي. بعدوا عني هيك خلص. بعدوا لو سمحت. عاصم بيك ليش حكيت؟ هو اللي عم يسأل وأنا عم جاوبه. عاصم بيك محامي طبعا بده يحكي. اسمعني، هذا الحقير هو السبب، وأساسا ما بظن هو ضغط عزناد. بتلاقوا هذا الغبي بولانت وبتجيبوه. لا شو عم تحكي، بولانت ما بيعمل هيك شيء أبدا عمي. لو سمحتوا لا تضلوا كلكم هون، ما بيصير هيك. لا يحلموا يرجعوا لكورلو داغ، خليهم ينقلوا، ما بدي يشوفوا الجن. عمي ممكن تهدى شوي؟ يعني من بعد إذنك، هلأ هو كتير معصب، يعني لو سمحت. ما حدا يتدخل بيننا كورهان. طلعي لبرا. من وين وصلك الخبر؟ قلي، صوتك عبى الدنيا، كل اللي بالمشفى سمعوك. ليك كيف عم تحكي؟ جسور شو عامل لك؟ عم تدافع عنه ولا متفق معه علي كمان؟ فهميلي شوفي. حاشت عيط، سكوت واسماني شو رح أحكي. سمعت حسين، إذا أنت متعود على الكذب أنا ماني هيك، ولو بدي أقتلك ما كنت لساتك عايش لليوم، وهالحكي كل اللي هون بيعرفوه. بس أنا هلأ ما عم فكر بهالشي بنوب، لأنه وجودك ما بيعني لي. أنا كل همي عاقبك، وبتشوف كيف رح أكشفك وخسرك حياتك واللي بتملكه، كل شي. ليش ما عم ترد عليها؟ مو سامع شو عم تحكي؟ في حدا قصده يتهمنا، البارودة أساساً مسروقة. واضح من هالشي في حدا عم يشتغل ليلبسنا القصة. ليش عم تطلعي هيك كأنك قصدتيني؟ لك نحن ما كنا بالبيت وقت الحادثة، وعنا شهود على هذا الحكي، والبارودة يلي عم تحكوا عنا نحن أساساً ما منستخدمها، وكنا نسيانين إنا بالبيت. اليوم لحتى فقدناها. معتبر وجودك بالمعرض دليل براءتك مزبوط؟ أساساً باليوم اللي انخطف فيه تحسين بيك كل واحد منكم راح بجهة. بنفس اليوم أنا ورفعت قلبي عرفنا شي جديد، ورحنا لعند النائب لحتى نخبره. عادلة قالت إنه رضا سلم حاله بنفس يوم قتل فوغان خاني، إنه هي كانت حابة تشوف هذا الشيء بعيونها، مشان هيك راحت. بعدين حكيت مع المدير وقال إنه ما حدا عطاها معلومة مثل هي. هالشي بيعني إنه كلام عادلة ما هو مزبوط. شو يعني؟ إنه رضا لحاله اعترف؟ خلي عادلة تحكي لك هذا الشيء، كيف هي جابت هالمعلومة.
رضا حكى معك؟ كرهان أكيد مو قدام الكل رح نحكي. عادلة؟ أنت حكيتي شي معه لرضا؟ يا تحسين أنا الكل يطلع لبرا. ما عم صدق. طلعوا تركونا لبرا. أنت كنت مفكر إنه الضربة رح تجي منا، بس طعنتك بظهرك أقرب الناس لإلك. قلت لبرا. لو سمحتي يا خانم، بحياتك ما بتتغير. طلعوا الكل. يلا. من الأول قلبي ما كان مرتاح يا عادي لخانم. عم اسمعك، أنا بدي أعرف كل شي مخبيتي عني. بس أنا ماني مخبية شي بنوب. أول ما صارت القصة معي أنا ترددت وخفت أحكي. يلا أحكي لشوف. قعدي عندك. باليوم اللي قبل الحادثة أنت ما كنت موجود. اتصل رضا. ألو؟ أنت بتعرفي إنه عم بيخدعك ما هيك؟ وعم بيلعب فيكي من 30 سنة. رضا أنت كيف بتتجرأ وتتصل لهون؟ أنا رح أسلم حالي بعد شوي. حابة إنك تشوفي هذا الشي بعيونك. يلي عم تقوله كذب. أنا طول عمري صادق وما بقول غير الحقيقة عادلة. اسمعي، أنا بكل حياتي ما أذيتك بشي. عادلة اسمعي، أنا ما عملت أي شيء عن قصد. وحتى أنا كمان كنت معك بنفس الحفرة. هداك الزلمة طالعك منها بس خلاني يدفع الثمن لحتى يطالعك أنت. مو صحيح. أنا رح أثبت لك هذا الشيء بس لا أطلع لبرا. لك أنت إلك 30 سنة ما حكيت معي، ليش عم تتصل هلأ؟ هو بعت عالم لحتى يقتلوني وأنا بالسجن، ولما عرف إنه بدي يطلع حاول يقتلني قبل بيوم. برأيك لو اعترفت كان رح يتركني؟ ها؟ صحيح أنا قتلت مرة واحدة، بس هالشي كان لأنقذ حالي وليكني بالسجن هلأ. وأخذت جزائي كمان بستاهل، بس رح أطلع بالآخر. أما أنتي كل عمرك محكومة، يعني رح تضلي طول عمرك عايشة بسجن لأنك شاركتي بكذبه لهذاك الكلب. أصحك تفكري حالك أنك نفدتي من هذاك الوضع؟ ها؟ طول ما هالزلمة عايش على وش الأرض أنت رح تضلي عايشة بالخوف. أنا رايحة بكرة على السجن لأشوف بعيوني كيف رح تعفن هنيك. قال لي إذا بدك تعي وشوفي بعيونك، وهذا كل شي صار. ما عم صدق إنك خبيتي هالشي. كيف صدقتي كلامه لهالواطي؟ ولا يمكن حرضك علي وناطر الوقت لتنتقمي صح؟ تحسين، شو هالكلام اللي عم تقوله؟ بالأول كنت مفكر إنه الجسور عم يخدعني، بس طلع هو عم يقول الحقيقة. بدل ما يتهمك بقتل أبوه ممكن يتهمني أنا بهالشي. تحسين مشان الله وطي صوتك، لساتن هون. وبعدين رحتي لعنده ما؟ وطبعاً كنتوا مشتاقين كتير لبعض. لا والله أنا ما رحت. احكي لي شو كذب عليكي كمان. لك أنتي ما صدقتي الزلمة اللي ضحى وخاطر بكل شيء كرمالك، وصدقتي واحد مجرم ما هيك؟ لا يا تحسين، لا. لك ليش خبيتي علي؟ لو قلت هالحكي بعد موت أمه لجسور كنت رح تتعرض لشيء أكبر من هيك، لأنه بصراحة الشيء اللي قاله مقنع كتير وكانوا الكل رح يصدقوه هاي المرة. وهلأ بدك تشرحي من جديد، وكمان لأني خبيتي هالشي رح يتضاعف الاشتباه فيني هالمرة يا غبية. طلعي لبرا. تحسين طلعي. صدقني أنا ما كان قصدي إني أأذيك. طلعي لبرا. طلعي. أنت
انت ما رح ترتاحي لتنتقمي معه. الله ياخدك. لسه بدهم يجننوني. تعا معي. خليك برا، ما بدي حدا يفوت. بس صالح، العمى شو هذا اللي عم يصير؟ حتى انت يا عادلة شو صار تحسين بك؟ اللي كنت واثق فيهم فجأة خانوني ونسيوا كل شيء. خير إن شاء الله. خلي عيونك مفتحة منيح على عادلة. رجعنا للماضي. أنا بدي أكون على علم كل خطوة بتخطيها وكل شيء بتعمله. تأمر يا بيك. يعني معقول يكون هالواطي استغلها؟ أنا لازم أعرف. شايفك صرت تهتم باللي عم يصير برا بهالكم يوم. ايه، لانه ما ضل كتير لاطلع من هون. يسلموا. فيكن تتابعوا التحقيق باستنادكن على هذا المحضر. شكرا لك. يسلموا. وبرأيي الأفضل إنه تروح زوجتك على المشفى لتطمنوا. لا أنا بخير، ما في داعي لهالشي بنوب. طيب الحمد لله على سلامتك. تعبناكم معنا. شكرا، يعطيكم العافية. الله يعافيك. سوهان يلا ضبي غراضك بسرعة، بدنا نطلع. لا أنا ما رح أتحرك من هون. ما رح أتركك لحالك، بدنا نروح على المزرعة سوا. المزرعة يلي ما فيك تقرب على بابا؟ سوهان رح أرجع عيد لآخر مرة، ضبي غراضك بسرعة مشان أخذك. الوقت عم يمشي وإنت هون. أنت عم تحاول تحميني ولا شو؟ إيه عندك مانع شي؟ زعلت لأنه ضربوني على راسي؟ يلي عملته معي أصعب جسور. لا لا تبلشي. إذا كل واحد فينا بده يحكي شو اللي جرحه وقديش تأذى من التاني، وقتها رح تطلعي الخسرانة. أصلاً أنا من الأول كنت خسرانة، وحتى أني بلشت هيك كمان. أنا ما عاد خبرتك شو يلي زعجني من زمان كتير. أساساً أنا ما توجعت غير كرمالك وأنت مانك حاسس. لا تخافي ابدا، انا بعرف كل شيء. لا انت ما بتعرف اي شيء ابدا، وما بتعرف انك قتلتني من جوا. قلت لي انك جايه وكنت حاسب حساب كل شيء، بس ما حسبت حساب تلتقي فيني. ليش انا كنت بعرف اني رح شوفك؟ مو حضرتك قلت لي وثقي فيني؟ بالاخير خدعتني وقنعتني، بس هلا انا ما عاد عندي ثقه فيك ولا حتى بوثق انك شخص عادل ابدا. اصلا انا ما بقى اوثق فيك بالمره. وكمان آخر ورقة للتفاهم بيناتنا مسكتها وشقيتها ورميتها بالزبالة. خلينا ننهي النقاش السخيف رجاء. فينا نكمل حكي بالسيارة؟ لا أنا بدي نروح لعند المحامي هلأ وننهي كل شيء ونتطلق. لا أبدا، قبل ما انهي قصتي مع أبوك ما رح أنفصل عني قانونيا. أنا ما رح أسمح لهالزلمة إنه يستغلك.
أنا بهتم بحالي أكتر ما تهتم فيني، فلا تأكل همي، وإذا اضطر الأمر بقدم إفادة مشانا وبدون تردد. فكر بالموضوع. إيه طيب، خد وقتك وأنا ببلش بالإجراءات. بلشي. هيك لك، ما ضيعت وقت ودغري رفعت الدعوة. بصراحة الست سوهان أخذت قرار بهالزواج وبدها تتطلق، لهيك يا سيد جسور إذا بتسمح إنه بتصرفك هاد ما رح نوصل أصلاً. أنا ما بدي حل ابنه، بيعطيك العافية. ايه وين كنا؟ يعني عادي لخبت موضوع انه التقت برضا، مو هيك؟ ايه طبعا، مشان تقدر تحمي زوجها. هي بدها تنهي القصة مثل ما بلشت. مين؟ قصدك عادلة خانم؟ لا أنا بقصد سوهان. لكن خبت لقاؤن. شكلها سوهان جدية هالمرة، ما هيك؟ على ما يبدو هيك بابا. عادي أزمة وبتمر، مثل ما مرق وجع غياب أمي، وكمان مثل ما مرق وجع غياب السيد فوغان. طيب وبلكي صارت معجزة وتغيرت القصص بطريقة ما منتوقعة؟ لو كان في شي بده يصير كان صار. لا تبكي رؤية عمري. البارود انسرقت من بيت مهربان، ومنا أطلقوا النار على تحسين الحقير. يعني وجودها بالمهرجان نفعها كتير بالحقيقة، بس مو مبين إمتى انسرقت البارودة. جسور استنى شوي، أنا ما أجيت بصفتي نائب عام، بصفتي صديق. امشي وخلينا نغير جو شوي. صدقني كل الفسحة اللي حوالي عم تخنقني، أنا مخنوق، وحتى لو رحنا ما رح استفاد. كل اللي بالبيت بيسلموا عليكم. وسوهان بالبيت كمان؟ ايه بالبيت، بس هي مزعوجة شوي. وانت كمان روح لعند مرتك، ما في داعي تضل هون. متأكد بابا؟ قال لي الدكتور انه رح يخرجني بعد بكرة، وانا حابب اني اضل لحالي شوي. صالح بدي تدير بالك عليه. ولا يهمك. ليك لا تترك اختك لحالها، من شان ما يخليها جسور تتراجع. هذا الزواج لازم ينتهي يا كرهان. عادي لشو عم تعمل؟ ما طلعت من البيت وما حكيت مع حدا، بس اتصلت لهون على المشفى أكثر من مرة لتطمن على وضعك الصحي. لا تخاف غير من النار الهادية يا صالح، مع هيك انت خليك عم تراقبها. لا تأكل هم أبدا تحسين بيك. أصحك تفكري حالك انك نفرتي من هداك الوضع. طول ما هالزلمة عايش على وش الأرض انت رح تضلي عايشة بالخوف. رضا لا تنسى انه انت عملت لي أسوأ شي بالدنيا،
وهلأ جاي تحكي عن الزلم اللي أمن لي حياة جديدة وحماني كمان؟ اسمعني منيح شو رح أقول لك. طول ما أنا عايشة وطول ما هذا الزلم عايش رح ضل ممنونة لإله، مفهوم؟ أنا قريب رح خليك تشوف الحقيقة بعيونك. طيب 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 فهمت، لكني جاي لعندك فورا. وينك انتي هلا؟ طيب ماشي ماشي، لكني جاي. جاهدة، والله رح موت من البرد، يلا استعجلي. لكني طلعت من البيت، جاي فورا. فهميني هلا انت شو بدك بهالقصة؟ دبرت راسي. قولي لي سوهان كيفها؟ الحمد لله صارت منيحة كتير، بس بتعرفي القصص كلها فاتت ببعضها وما عاد حدا فهمان شو اللي عم بصير، وكل هالشي صار بسببك انت جوليا. يعني هلا هنن مفكرين انه اللي قوس عمي تحسين هو نفس الشخص اللي ضربها لسوهان ببيت اسطنبول، وعمي تحسين ما عرف باللي صار معه. غير هيك هنن مفكرين انه الشخص اللي قتل امه لجسور هو نفسه اللي عمل كل هدول. اخ جاهدة شو هاد يا؟ عن جد الشي اللي عم بيصير مو معقول ابدا. ماشي، لكن هي مفاتيح بيت اسطنبول. اصلا كل القفول تغيرت وحتى كلمات السر، هن غيروا كل شي. عن جد؟ بس عطيني اياهم. خدي، انا اليوم كتير خفت لانه على شوي كنت رح اولد. اصحك، بترجاكي انتبهي، اصحك. شوفي جوليا، انا لقيت مشفى بانطاليا كتير حلو ماشي، وكمان لقيت هنيك بيت بجنة رح يعجبك وفيه إطلالة على البحر بتاخد العقل، وانتي يعني بما انه فيكي تسافري بترجاكي روحي الأسبوع الجاي ماشي، كرمالي أنا لو سمحتي. يعني البيت بأنطاليا؟ ايه، هداك المكان بياخد العقل والجو فيه كتير حلو. جاهدة؟ انتي شو عم تعملي هون؟ اه على سلامته يا شكرا. كيف صار هلا؟ منيح ان شاء الله، رح يخرجوه بعد بكره. شو وينها جاهده؟ شفتها عم تتمشى عند البحيره يا بيك. معقول عم تتمشى بهالجو؟ والله يمكن،